بسم الله الرحمن الرحيم. من امبارح كل ما خطرت درية على بالي حسيتها عم تحاكيني وواقفة قبالي، واليوم بدي انهيلكم هالحكاية مع انه كانت بتستحمل لسه كمان حصتي. شايفكن معرقصين، بدكن تعرفوا شو اخرتها ورايحة لوين، حيث كنت بدي وصل رسالة وبدي اياكم تاخذوا العبرة من هالحكاية، واذا بتوعدوني تكونوا بتسمعوا بوعدكم بحكاية كتير حلوة المرة الجاي. العبرة انه الواحد اذا بده العشرة لازم يطعم التسعة، وكل شيء مقدر ومكتوب صحيح، بس الانسان لازم يسعى، ويلي بيشغل مخه بالخير الله بعينه وبيهديه وبيدله على الطريق. والحياة ما حدا فيها مرتاح، والنعمة فيها الصحة واللقمة وبلة الري، وما بتكمل شي. بتلاقي غني ومريض أو ما بيجيب أولاد، أو عنده قصة ماسكته من رقبته وخانقته، يا عنده أولاد 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 ومرته فاق عمرارته، يا شغال عند لئيم ورح يطق ويموت بعلته، ويلي مفتوح بنصيبها ومتجوزة كل يوم خناق وقتال وقلي لا إلا، ويلي عم تستنى شيء محرز، يا سيدي خليك بمحلك، ويلي مقطوع نصيبها تقبل بصاحب الدين والأخلاق بس بيمشي الحال، ويلي عندها نصيبها معتر مسكين ونسيان إنه رجال. إيه أحسن شيء خلونا نرجع لحكايتنا. قلبي من الحامض لاوي، وسمعوني يلا الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هذا يا سيدي مثل ما خبرتكم وصلت حكاية منيرة لأم حدو بدورها، وهي الثانية حرقص بدنها وقالت له لأبو حدو بدي روح شوف درية وزورها. ولما زارتها خبرتها بكل شي صار مع مرت الباشا بالشوكة والسكين، وانه هي يلي قالت لها عنها وهديك يلي عندها الخبر اليقين، وصار بيناتهم صحبة ومحبة، والمحبة من الله يا ناس. هي درية مين ما شافها بحبها، وخوش هالبنت بتنحب بالأساس، وهيك محده راحت نقلت كل شي صار للخانم مرت عزمي باشا رئيس الشرطة، وبعتت خبر للخطابة وتورطت أم عزات أنا ورطة، تعي لشوف احكي لي شو صار معي مع هديك البنت يلي بعتك مشانها. أنا ما وعدتك بليرة ذهب إذا حطيتي بضاعتنا بدكانها. والله يا خانم لما فتت على بيتها وشفتها انشرح صدري وطنوا أداني، وأخذني الحال ونسيت ليش جاي لعندها وتربط لساني، وما كنت مفكرة إنك حبيبتيها كل هالشي وأخذت لك أعليك، يعني أخذتيها تركتيها شفتيها ما شفتيها مو كتير فارقة معك. قلت لحالي هالبنت من توبنا نحنا، ودخلت بيتها ضيقة ومو كتير أكابرية، وأكيد ما رح تعجبك قصيرة ومدعبلة وبتشبه بنت خالتي زهرية. معليش يا مزات، المفروض إنك رايحة لعندها من شان تشوفيها على طلبي، كان لازم تقولي لها وتخبريها عن العريس شامي حموي حلبي، وبعدين لما ما بيصير بيناتنا نصيب وديك الساعة منترك لكم ياها ومنقيم ايدنا وبتصير حرة هالبضاعة. على كل ما صار شي، جهزي لي حالك بدي روح معك لعندها المرة الجاي، حابة اشوفها وتعرف عليها وشوف بعيني شو هالحكاية. وبعد كام يوم اتفقوا وراحت الخانم مع منيرة، واخذوا معهم من العيلة تنتين نسوان، ركبوا حنطور وصلهم لراس الحارة، نزلوا وكملوا مشي من دكان لدكان، ولما وصلوا للدخلة اللي فيها الزابوة وفاتوا دقوا الباب حسب الموعد، وقبل شوي كانت وصلاني المدلوقة، فتحت عمتها لدرية ما تبلى وما تخ على القيمة وعلى المكتف، عماتها التنتين وخالتها مع جارتها مجتمعين، والكل واقف عم يستقبل بالصف. فاتوا الخطابين أولهم الخانو مرت عزمي باشا ومعها التنتين النسوان،
وفاتت أم عزات موطي راسها وخجلاني أمان يا ربي أمان، وشافت الخانوم الجخ والأكابرية باينة بالنسوان وعلى محياهم، ولاد الناس والعيال القديمة ببينوا وين ما الزمان وداهم، وهالدرية ما قاعدة ما شاء الله شو حكاية وشو نغشة وشو حركة، سبحان اللي خلقها شو مجذبة وريتها ما تبلها الضحكة. وعلى طول انفتح النصيب وضويت الدرية وصارت تشع نور، والكل صلى على النبي وكلمة ما شاء الله صارت الدور، ودغري قلبها للخان ومحبها لدرية وتعلق فيها، وما استنيت قامت ووقفت وطلبتها وقالت يلي عليها، واتفقوا يجتمعوا عن بيت العم الكبير ليصير الحكي بين الرجال رسمي، ورح يجي العريس مع جاهة الرجال وعلى راسهم الباشا وعمه للعريس أبو حلمي. وهيك صار وتم النصيب، وصارت الدرية كنتهم، وانتقلت العروس لبيت العريس وباست جيرانها وودعتهم، وعاشوا العرسان بسبات ونبات، وخلفوا صبيان وبنات، وبيض الله وشهم.